Today, we're going to begin with Unit 8. We're going to take the conversation lesson. اليوم رح نبدأ بالوحدة الثامنة ورح ناخد درس المحادثة Does no one know something about anything? Again, does no one know something about anything? طيب, الفكرة بس نعرف معاني الكلمات إنه anything أي شيء something بعض الشيء طبعا انت من some و any بتقدر تعرف المعنى no one لا احد و know هون معناها يعلم خلينا نبدأ بالمحادثة الأولى توم Hey everyone those are the hot air balloons do you think anyone is giving rides طيب توم هون عم يحكي عن الهوت اير بالونز اللي هو المنطاد بيكون بيشتغل يعني بيقدروا يركبوا فيه عن طريق الهواء السخن او الساخن الهوت اير بيطير لفوق هذا هوت اير بالون فهو توم بيحكي انه هيهم موجودين في غيركم بيخلونا نركب جولة بما معناه بالهوت اير بالونز شوف هلن شو بتقوله we could ask someone بنقدر نسأل اي حدا Harley, I am shocked. أنا مذهول, مصدوم. Our parents all said we could take a ride. يعني أنا مصدوم. Parents اللي هم الوالدين all said we could take a ride. بمعنى إنهم سمحوا لهم إنهم يركبوا جولة بالair hot balloon. فهو مستغرب. Stella, wow, there is a rainbow one over there. A rainbow اللي هو قوس قزح. It's beautiful. جميل. هلأ توم بده يسأل الرجل اللي موجود في البوث في الكشك هناك. هيو. شوف شو بيحكي له. Excuse me, sir. يعني لو سمحت. Is somebody giving hot air balloon rides today? يعني في حدا ممكن يخلينا او يشغل لنا اياها بما معناه الهيت اير بالون ويسمح لنا ان نركب ناخذ جوله هيلين هلا هم ركبوا بالمنطاد شوف شو بتحكي هيلين وات ا فيو كانها بتحكي شو هذا المنظر فيو ايفري وان داون كل حدا تحت ذير لوكس لايك انتس مبينين كانهم نمل هذا وضع طبيعي يا خامس ما انهم هم فوق صاروا بالهوت اير بالون والناس تحت هي شبهتهم كانهم انتس اللي هو النمل توم someone has to get some pictures يعني حدا فيكم ياخذ يلتقط بعض الصور ستيلا I brought الجي اتش سايلنت I brought my camera so I'll volunteer يعني انا حضرت معي الكاميرتي so I'll volunteer انا راح اتطوع volunteer راح اتطوع واصور هيلين I feel like I am on the top of the world يعني انا حاسه كاني انا في قمه العالم بما انها هي فوق the landscape اللي قصدها المنظر لاحظ معي landscape الاس والسي مش اني بلفظهم مره واحده اس نو no. بتلفظ الاس وبتلفظ السي على انها كي كي the landscape is beautiful up here يعني المنظر جميل نشوف هارلي شو بيحكي Is that your house, Tom? بيحكي هارلي لتوم مش هذا منزلك يا توم هاي بيأشر على المنزل بس بيحكي لتوم Is that your house, Tom? We're about to fly over it يعني احنا تقريبا راح نطير فوقه بيحكي له توم let me see خليني اشوف yeah that's my house oh I recognize recognize يعني يتعرف على او انا تعرفت على او عرفت the lady out in front my aunt Phyllis بيحكي توم اني انا عرفت مين الليدي اللي واقفة في قدام هي my aunt عمتي او خالتي مين Phyllis اسمها فيليس Our house is her second home منزلنا كأنه بيتها الثاني
She plays board games with me. She's a pilot. She's a pilot. Her work or her job is a pilot. احنا بنعرف انه pilot معناها طيار. So I can tell her about our flight. ولذلك انا بقدر اخبرها عن our flight اللي هي رحلة طيراننا. Flight ال G وال H is are silent letters. نشوف number 4. Stella, now we are flying over my favorite mall. يتحكي ستيلا ان احنا هلأ بنطير فوق المول المفضل عندي. It's crowded there. يعني مزدحم. في ناس كتير. Crowded today. Look at all the pedestrians in the parking lot. يعني اطلعوا على البيدستريانز المشاة in the parking lot. Parking lot يا خامس هي عبارة عن الساحة اللي بيكونوا واقفين فيها لينتظروا سياراتهم. يعني كأننا بنحكي عن موقف السيارات. هارلي, no one is looking up. ما في حدا بتطلع فوق. يعني ما في حدا كأنه بتطلع علينا. Do you think they can spot us? يعني هل تعتقدون إنه هم ملاحظيننا؟ Spot us. شوف شو بيحكي شو بتحكي لستيلا لهارلي. Don't lean too far over that basket. يعني ما تميل كتير هاي السلة هارلي. I doubt anyone's going to be able to catch you. يعني أنا بشك إنه أي حدا ممكن يكون قادر إنه catch you. Catch you كأنه بتقوله يلقطك يشوفك. Doubt, be as silent. ما بلفظها. إذن الفكرة العامة للدرس إنه هم كأنهم رايحين على كارنيفال أو بارك, منتزه أو مهرجان, وبيختاروا الهوت إير بالونز اللي هو المنطاد الهواء الساخن. بيكونوا their parents give them the permission, أعطوهم الإذن إنهم يركبوا. هم بيكونوا كتير مبسوطين. They were too glad لأنهم راح يركبوا. بصير كل شخص يعبر فيهم عن اللاندسكيب, المنظر انه هو it's beautiful, جميل, وانه الناس كأنهم ants. وبلتقطوا pictures. راح يمروا من بيت توم وراح يشوفوا her aunt, his aunt Phyllis, عمته Phyllis. وظيفة عمته انه هي pilot, فقرر توم انه يحكي لها عن their flight, رحلة الطيران. في عنا كمان انهم بيمروا من المول المفضل لستيلا, her favorite mall, بيكون crowded, مزدحم, وبيكونوا ملاحظين انه ما في حدا can spot them. No one can spot them. ما في حدا قادر يلاحظهم او ينتبه عليهم. And that's it. Thank you for watching. Goodbye.